تمست أنه كل البشر في مشاكل تفر منه إلى الله تفر إليه. والله جل وعلا يقول ففروا إلى الله. ودنا شيخ وقفة مع هذه الآية وترتلها بعد صوتك الجميل. إلى الآن ما سمعتنا صوتك، أنا أعطيتك فرصة بس ماش. أول شيء لابد الإنسان يعرف أول شيء من هو الله سبحانه، من هو هذا اللي يرحمنا، من هو اللي يغفر ذنوبنا، من هو الله عز وجل. فإذا عرف الإنسان من هو الله عرف عظم من يعصي، إذا عرف من هو الله عظم من يرحمه أصلا، ومن أنت بالنسبة لله جل وعلا. لو عرف الإنسان قدره وعرف الله عز وجل لا ترى نفسك شيء أصلا. ولذلك الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان الله عما يشركون، هو الله هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ما أعظم الله، يعني عظمة عظمة، يعني يقول الإنسان كيف أتجرأ أعصي هذا العظيم، كيف تجرأت نفس الإنسان أن يعصي الله جل وعلا، صاحب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اللي بيده كل شيء، أهلك قبلك فرعون وأهلك الأكابر والقياصرة، من أنت؟ من أنت أصلا؟ لما الإنسان يتأمل قدرة الله جل وعلا وملكوته وجبروته يقول أنا كيف تجرأت أني أعصي الله جل وعلا. اليوم الكاميرات أمامنا، ما يستطيع أي واحد أن يفعل فعل غير لائق، صحيح، لأنه يعرف أنه مراقب، والذين يراقبونك أصلا ممكن تغمض عيونهم ما ينتبهون، ممكن ما يفهمون إيش قصدك في الحركة، لكن الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كيف يتجرأ الإنسان أن يعصي الله جل وعلا؟ كيف يتجرأ أصلا؟ هو المشكلة أن الإنسان كيف تجرأ أصلا، مو المشكلة في المعصية، المشكلة نفسك كيف حملتك أنك تعصي هذا أصلا، أنك تعصي هذا الملك هذا الجبار. والله على كل هذه العظمة رحيم. شوف فرعون إيش قال، قال أنا ربكم الأعلى، ما في أحد جاب كارثة مثل فرعون. ومع ذلك لما الله عز وجل أرسل موسى ماذا قال؟ قولا له إيش؟ قولا لينا. شوف عاملوه بأسلوب طيب، شوف من اللي يرحمه، الله جل وعلا يقول إذا رحتوا لهذا اللي كان ربكم الأعلى عاملوه بأسلوب طيب. يعني الربع لما نتكلم عن رحمة الجبار سبحانه وتعالى شيء يعني يفوق الوصف جل وعلا. الموضوع كبير في مثل هذه، لكن الإنسان إذا أراد أن يسعد في هذه الحياة، إذا أراد الراحة أراد الأنس، يجعل مراقبة الله عز وجل نصب عينه، يجعل مراقبة الله عز وجل نصب عينه في كل حال، يسعد في الدنيا والآخرة. سلام يا سلام، أسعدك الله شيخ عبد الرحمن وأسأل الله جل